أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن خالص تعاسيه وصادق مواساته في استشهاد الشيخين وليد العلي وفهد الحسيني بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو، وقال الغانم إن أبناء الكويت يقدمون الخير في كل بقاع العالم ويضحون بأنفسهم من أجل تقديم رسالتهم الإنسانية السامية التي حث عليها الدين الإسلامي بالحكمة والموعظة، مضيفا أن الشيخين الجليلين نموذج للإنسان الكويتي الذي جبل على فعل الخير وتقديم المساعدة والعمل في سبيل الدعوة بالحسنى. معتبرا الشهيدين فقيد الكويت، عبر عن أصالة المجتمع الكويتي المحب لدينه ونشر سماحة الإسلام، وتقدم الغانم لذوي الشهيدين والشعب الكويتي بخالص العزاء سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهما شهداء ويكتب لهما الجنة. وطن ألفنا أرضه وسماءه وبحره وبره، الكويت منزل عشقنا سهله وجبله وبرده وحره، فهو بكرة طفولتنا وهو أصيل رجولتنا، تختلف فيه مذاهبنا تختلف فيه مذاهبنا وتأتلف بحبه مساربنا.